يعني قصدك اسمح يعني عشان هو المدني اصلا في نفس الوقت في الساعه 4:30 بدر وعشان الساعه عمر. مع سنة في أول سيكشن خالص ابتديت مع حضرتك، فقلت خلاص هكمل مع حضرتك عشان حوار الاتندنس وكده. طيب مش مشكله عادي، يعني عايز تكمل مدني تمام، عايز تكمل معايا تمام، بس يعني ثبت زي ما احنا اتفقنا، يعني ممكن تتنقل عند المدني عادي برضه. الكوز يعني هيبقى كلنا زي بعض، يعني كل يعني ال... يعني كلنا هنتفق على نفس الكويز، يعني كل المعيدين يعني اه يعني الكويز اللي هيبقى هنا في زي اللي هنا زي اللي هنا عادي يعني. كله في نفس الحاجة. احنا طب فاشل لسه، انا بقول مش اكيد، احنا لسه هتشاك معاهم يعني هم قريهم ايه، ولو كلنا اتفقنا على حاجة معينة هنزل لك بوست كده ايه هو الحاجة اللي هتتعمل وامتى وكل حاجة. شكرا يا باشمهندس. باشمهندس هو النهارده لا في كويز؟ ماشي عشان لسه داخل. لا لا لا، عشان انا قلت كده ان احنا بيها قبلها يعني متلوش. طيب والاتندنس عليه درجات؟ هتأكد من الدكتور، ممكن تسأل يعني دكتور، أنا هسألها، هسأل أنا دكتور، بس يعني في الأغلب لا، هيبقى على الأسايمنت، هتوزع درجات ال أعمال السنة على الأسايمنت نفسها بس، فاهتموا بالأسايمنت عشان لازم تيجي درجة النجاح في أعمال السنة. طيب بص، الأزمنة كده ظهر عندكم صح؟ زهرة تمام. الارتكل اللي هو ده جلوبال فيش كرايسس، احنا هنعمل ايه؟ احنا عايزين نقرا الارتكل ده ونحاول نسميرايز كل باراجراف يعني في جمله من 3 لـ5 كلمات، نفس اللي عملناها قبل كده في الارتكل اللي فات، مثلا اللي هيزيد المره دي ان احنا المره دي هنزود ان احنا نعمل مايند ماب على الارتكل ده، دي هنعملها يوزنج سوفت وير مش بايدينا زي الفات. يعني شباب هديك بس 2 دقيقة نستقرا الباراجراف الاولاني، وحاب برضه زي ما فاتت كده يقول لي تعملي ليه، او يعني اعمل ريز هاند وانا يعني هاخدكم بالترتيب. مش لسه ممكن اجاوب؟ طب انت عامل ريز هاند؟ ماشي هشوف الناس اللي عامله ريز هاند بالترتيب. انا شايف هو اللي الناس بتريز هاند ده الترتيب اللي بيبقى عندي على البروجرام هو نفسه يعني اللي انتوا عاملين بيه ولا ايوه عشان مظبوط؟ التكتيك مظبوط. تمام، ثانية واحدة. participants عندي أول حد أحمد عبدو عبد الله. مش مهندسة؟ اتفضل. ممكن نقول the magnificent bluefin tuna. تمام ماشي، تمام يا احمد، اسمك احمد عبدو عبد الله. تمام، هي ال magnificent bluefin tuna هو هنا في اول paragraph بيكلمك عن ال bluefin tuna حجمها وبتعوم ازاي وقد ايه، وده في كمان يوضح لك مكانتها قد ايه عند الناس، ان هي كانوا الناس بيحب يعني بيعتبروها حاجه مهمه جدا، عملوا لها painting يعني رسموها على ال على الكيف وولز، وحطوا حتى صورتها على الكوينز يعني. طيب حد تاني عنده جملة تانية؟ ناخد الشخص اللي بعديه، ثانية واحدة. مارتن إيهاب اتفضل. اسم تونة يعني the elephant tuna's description. ايه هو مش شرح قوي عنها يعني، هو يعتبر كأنك بتقول مثلا مكانتها مثلا، او اللي هو البوزيشن بتاعها، او يعني أهميتها يعني، أو الـ importance بتاعها،
تمام. طيب مارتن إيهاب فؤاد، تعالوا شباب نخش على الباراجراف اللي بعدي. يبقى هو في اول حاجه شباب بيكلمك عن البلوفين تونا، ده ممكن يبقى من ضمن الايديز الموجوده عندك جوه المايند ماب. تعال نكمل، ايه ايه التاني عندك موجود؟ تعال نشوف الباراجراف اللي بعديه. كان زي الناس اللي كانت عامله ريز هاند، لو حد مش مستعد ان هو يدي سامري عن الباراجراف الثاني يعني يشيل الريز هاند ده، عشان انا هبدا اسال بس ترتيب برضه الناس. بس لو انت مش مهندس رسم مفيش عندي حاجه. اتفضل يا فندم، عندك سؤال؟ رفع ايدي بعد ما تعبده، بس في حد نزل ايدي، ف اللي هو يعني كده رجعت لاخر الدور. في حد عمل يعني نزل ايدك؟ عمل لور هاند. اوكي، هو في حد يعني دي اكس نوع الحاجات دي، الثلاث زراير فيها اللور هاند. اوكي ماشي. طيب ممكن شباب محدش يعمل الحركه دي لو سمحتوا، يعني يعني اللي هتشوف ان هو عمل حاجه زي كده تبقى مشكله يعني. طيب هو مش انت احمد جاوبت المره فاتت؟ لا ما قلتش المره اللي فاتت. لا لا قصدي المره دي، يعني اول حد كان جاوب اسمه كان اسمه احمد عبده. ايوه انا محمد عطور. ده محمد عطور. طب انت ماشي، انت كنت في الاول وبعد كده نزلت تحت. مش شايفه اسمك، معلش. انا عشان انا نزلت، هو نزل ايدي فانا ما رفعتهاش بعديها يعني، بس انا ممكن اجاوب دلوقتي يعني. تمام زين. طب انا هتشك ده كان ينفع يعني أمنع حد يعمل كده. هو فعلا مش مهندسة، هو أنا خدت بالي إن هو كان ورايا ومرة واحدة ما لقيتوش فاستغربت يعني. تمام اتفضل يا محمد، قول يا محمد السمري بتاعك. The hunting of blue tuna fish أو blue fish tuna. تمام the hunting بتاع bluefin tuna ماشي، أو يعني الدينجر اللي هي فيه بسبب ال hunting بتاعها. طيب مايا أحمد، انت اسمك محمد عطوه ايه؟ احمد محمد عطوه 213.91. تمام اتفضلي ماي. ده اول ذا سلاتر بلوفين تونا. تمام ماشي تمام. برضو في النسبه بتكلم على ان احنا بنحصل سلاترنج يعني لل او ذبح البلوفين تونا دي، طبعا ده بسبب ايه؟ ان هم بيستخدموها في ايه شباب؟ في السوشي، اللي هو اعتبرنا ان هي من ضمن احسن انواع بتستخدمها في انهم يعملوا بيها سوشي، فبالتالي الماركت ده يعني قايم يعني طبعا على فلوس كتيره، فبالتالي مهم، فالناس بتحاول تعصر على البلوفين تونا دي ويقتلوها ويستخدموها في السوشي او كده. فده برضه ممكن يبقى من ضمن الايديز اللي عندك، ان يعني السوشي مانيفاكتشرنج او السوشي او كوكينج سوشي او كده وعطوا بالبلوفين تونا، يعني ان هو بيحصل حصل قربت يحصل لها دانجر اوف كولابس. طبعا ما كلمه دانجر اوف كولابس يعني معرضه لخطر الانقراض نتيجه اللي بيحصل لها بسبب ان هي تستخدم في السوشي. طيب الباراجراف اللي بعديه وانا المفروض بنقرا الباراجراف نعمل له سامري صح؟ مظبوط. وعليك كمان اكستراكت الايديا بتاعته، بحيث ان انت لما تيجي تحطها في المايند ماب او تعمل مايند ماب تبقى عارف ايه هي الايديز اللي عندك وازاي تحطها بقى حوالين، يعني انت هيبقى طبعا المين او سنتر ايديا عندك هي الفيش كرايسيس،
يعني اللي هي الأزمة بتاعت الأسماك، وهيبقى هيطلع منها شوية branches كده زي ما احنا متفقين، والبرانشز دي هتبقى يعني ممكن مثلا يبقى في برانش منهم بيتكلم عن بلو فنتونة، وهيبدأ بقى تتفرع منه حاجات تانية. ان يعني بلو فنتونة دي مشكلتها ايه؟ اول حاجة الوصف description بتاعها لو كان في الاول paragraph، الimportance بتاعتها اللي هي كانت الجزء بتاع ان هم يستخدموها في الكوينز ويستخدموها في paintings، ممكن يطلع كمان برانش اللي هو جزء بتاع الهانتينج بتاعها. طيب خش بقى الباراجراف اللي بعديه. تمام شكرا. باشمهندس انا كنت بعد احمد محمد، وبرضه حد عمل لي لور هاند كنت رافع ايدي. طيب بس لحظة كده. طيب بص شباب انا هتابع اسلوب مختلف، معلش انا بعتذر. يعني ممكن للناس في شات كده للتيم صح؟ يعني الشخص اللي عايز يجاوب على اللي جاي يكومنت بواحد بس، معلش هو الشات ده تقريبا بيبقى على الشانل كلها، يعني اي حد على الشانل هيقعد تجيله مسج على الشات ده صح؟ معلش لحظة بس قبل ما اسمع ما اتابع الموضوع ده دوني لحظة بس، دي هتبقى الموضوع هيبقى مزعج لباقي الناس. طيب بصوا شباب دوني لحظة كده. مهندسة انا عرفت المشكلة فين، بس ايه اللي حصل خلى انتوا بتنزلوا اللور هاند ده؟ حضرتك ممكن تسحب منهم برميشن حضرتك بس تتحكمي في الموضوع ده انت بس. ما هو المفروض ان انا اعمل كده، بس المفروض ان انا اخلي بس انا الاونلي بريزنتر يعني، بس هي مشكله ان انا استعمل ده المره دي في التيم، فمش عارف بحاول اعمله من جوه الميتنج، مش عارف ده ينفع ولا لا. سيتنج ما في السيتنجز انا مش موجوده. أيوة meeting options. شايف حصل يعني نسوي هذا. أنا شايف حصل، كان في حد مش حد يعمل دول هاند لحد ثاني، فمعيش هنرجع لموضوع الهاندز لأنه يبقى ألطف في الشيء مسجز، لأن مسجز سخيفة في راضي يعني في البتاع، فمعيش انا بعتذر يعني. فنرجع تاني للريز هاند، انا هلور هاند الناس كلها ونبدا من الاول. ايه ساعدوني شباب، ممكن الناس تستعمل لور هاند لنفسها، ونبدا لما اقول يعني نبدا من اول وقت معين. طيب احنا دلوقتي كده مفيش، احنا هنعتمد على الهاندز شباب. الريز هاند اللي عايز يجاوب هيرفع ايده دوني لحظه. طيب احنا دلوقتي في الباراجراف اللي هو اقوله ماي بيج فير. في باشمهندس محمد حسين، اتفضل يا باشمهندس. ايه يا باشمهندس، ممكن نقول migration of bluefin tuna in the Mediterranean او migration؟ تمام.
ما فعلا ده اللي بدأ يحصل migration للبلوفين تونة بسبب موضوع ايه؟ بسبب الهانتنج الفيشري او الهانتنج اللي بيحصل لها او الفيشري السوري التونة البلوفين تونة يعني. سلام شكرا يا مشندس. بعدي يا شباب لور هاند بقى يا مشندس. خلاص مشندس عبد الرحمن علي شاب اللي بيجاوب مرة خلاص كده تمام هو اخذ الفوق ال... هشام مهندس عبد الرحمن مهندس عبد الرحمن سامعنا؟ طيب مهندس فادي عادل ايوه اتفضل يا مهندس قول السامري بتاعك على اني واحدة على الباجراف لو اوله ما يبيك فير طب لسه اقراه فممكن حد بعدين تمام هعديك باشمهندس احمد ايهاب ايه باشمهندس اتفضل ممكن اقول اكستنشن اوف بلوفين تونا او اسمها كان ايه بلوفين تونا تمام بس هو انا بيرجع على الاكستنشن قد الميجريشن بتاع اللي هي تهاجر يعني زي اللي حصل في البافلو او الميكن بافلو يعني لأسنا كانوا بيتلوب كميات كبيرة يعني. تمام شكرا يا شانس جدا أحمد شانس أحمد إيهاب أحمد أحمد إيهاب أحمد تمام طيب شرح الباراجراف اللي بعدي اللي هو من أول the decimation of joint bluefin الناس تقرى الباراجراف برضو نقول إيه السمري بتاعه شباب احنا مثلا الفكره بتاعه الميجريشن اللي كانت في الباراجراف اللي فات دي ممكن تيجي من تتفرع من الفكره بتاعه الهاندنج بلوفين تونا يطلع بقى من برانش ثاني للميجريشن هذيك افكار انت بتعمل الماين ماب بيبقى الموضوع سهل بالنسبه لك طيب مهندس عبد الرحمن علي انت مجهز السمري ايوه معلش بس المايك مقفول مش عارف اتفتح اوكي دلوقتي بنتكلم في الديسيميشن اوف جوينت بلوفين ممكن اقول كوربشن ان جلوبال فيشريز كوربشن ان ايه جلوبال فيشريز تمام هو انت قصدك الفساد بتاع الجلوبال فيشريز اللي موجود حاليا يعني شكرا يا باشمهندس فادي انت جاهز ولا ممكن اقول تريد اند اكستنكشن ان تونا فيش تريد اند اكستنكشن ماشي انت قصدك التريدنج يعني اللي بيحصل بسبب ولا يعني وده ادى الاكستنكشن للبلوفين تونا طيب شكرا يا مهندس فادي عادل عبد الرحمن علي محمد
ماشي. برضه دي من ضمن الافكار اللي ممكن تطلعها برضه، دي ممكن تطلع اصلا من كلمه الفيش كرايسس على طول، ان ده المشكله بتحصل، لان ده برانش من ضمن الفيش كرايسس، ان الجلوبال فيشريز ديس ادفانتجز او كوربشن او اي يعني مشاكل الجلوبال فيشريز اللي بتعملها، اللي هي ايه المشاكل دي، يطلع عندك بقى شويه برانشز كده ثانيه ان بيعملوا فاست يعني فاستلي كيلينج بسبب النيو فيشنج تكنولوجي، الشادو نتورك بتاعت الكومبانيز والكونسيومرز انديفرنس، ان حتى المستهلكين مش فارق معاهم مصير الاسماك دي هتنقرض، هم مش فارق معاهم عايزين ياكلوها خلاص، بس مش هامم الناس ان الاسماك دي هتنقرض مش موجود منها تاني. فبالتالي يعني نتائج الكلام ده مش احسن حاجه، يعني بتعمل مشاكل طبعا على الانفايرمنت وتخلي الحاجات دي كلها تنقرض. في ناس حد بقى حاطط حاجة في الشات غير ما نجربش؟ طب الأسئلة الميد تيرم لحد ما الدكتور هيقول لك، يعني دكتور أو الدكتور اللي بتديك هي هتقول لك الميد تيرم لحد فين. لا مفيش كويز، قلنا ده أول سكشن خالص. طيب عشان ندخل على paragraph اللي بعدي، the words oceans are shadow of what they once were. برضو معاك دقيقتين كده. طيب شباب، باشمهندس يوسف محمد بيقرا السري عن الباراجراف اللي هو اول ذا وورلد سوشنز. ممكن نقول مثلا يعني decreasing of اسمه ده ولا increasing اسمه ده، معلش لحظه، decreasing of well managed fisheries. decrease of well managed fisheries صح تقصد كده؟ ايوه well managed fisheries دي قلت، اللي هي الفيشريز اللي هي معقوله، اللي هي ممكن صيد الاسماك بطريقه كويسه او مظبوطه يعني. تمام ممكن، تمام ممكن نقول حاجه ثانيه برضه ليها علاقه بالفيش عامه. باشمهندس احمد اشرف، احمد اشرف عادل، يوسف محمد، محمد احمد اشرف عادل. ممكن اقول decline in fish population بالظبط، هو في برضه ممكن نقول decline of أو major decline مثلا in fish numbers أو كده، يعني خلاص الفيش فعلا قل جدا. وأنا حد يقول لك إن تقريبا في ناس بتقول ممكن تكون الفيش ده يعني أو السمك قل 80-90%، يعني تقريبا الموجود ده حاليا 10% من السمك اللي كان موجود من century، يعني من 100 سنة. طيب برضه شباب ممكن تكون يعني الفكرة بتاعت
الجزء بتاع الفيشرز اللي هو اللي هو المانج الفيشرز دي ممكن تطلع من الجزء اللي فات اللي هو احنا ممكن احنا قلنا من فيش كويس ممكن اطلع منها الجزء بتاع الجاينت بلو فين تونا او الجزء بتاع الفيشرز اللي هي ممكن اقسمهم لحاجتين المانجد وال يعني ويل مانجد واللي هي البادلي مانجد فيشرز يعني طلع بقى من اللي هي البادلي مانجد فيشرز دي الصراع مشاكل بتحصل اللي هي نيو فيشنج تكنولوجي اللي هي عامله مشاكل يعني والحاجات اللي فوق وممكن من الجزء او الايديا بتاعت الويل مانجد فيشرز طلع اسمائهم اللي هم الألاسكا وايسلاند ونيوزيلاند دول اللي هم عندهم ويل مانجد فيشرز. والفكره الثانيه الموجوده كمان الديكلاين بتاع الفيش ان هما ان حصل ميجر ديكلاين في الفيش نمبرز. مش بس كده انت ممكن تربط ده بالفكره اللي جايه في الباراجراف اللي بعديه هو بدا يقول لك على ان السبيشيز اللي حصلها فعلا اكستينكت او كده والدول كمان بقى الفكره الجديده عندك كمان موضوع ديكلاين في الفيش نمبرز والباراجراف اللي بعديه هيديك الاماكن وعدد وانواع الفيش يعني اللي حصل لها ديكلايننج يعني اكثر من حاجات التانية. اكتر انواع حصل لها ديكلايننج. طيب الناس تقرا برضه الباراجراف اللي بعديها يا شباب وعايزين نستمر. تمام يا باشمهندس حسام هاني نقول example fishing decline suffer cause suffering of oceans. يعني هو تمام سواء كان هو بيقول لك تمام يعني انت بتقول ان oceans are suffering يعني بسبب ال increased fishing او decline بتاع الفيش يعني تمام. برضو هو كان سفرنج بدا يعاقع على الناس يعني هي الناس اللي هي اصلا مصدر اكلهم من البروتين هو السمك يعني هو دول مش غنيه فبالتالي ما عندهمش لحوم كثيره او دواجن فمعتمدين على الاسماك اللي بيصطادوها من البحر زي هو ادالك اسامي البلاد دي يعني فالحاجات دي طبعا بسبب يعني الفيشنج العنيف اللي بيحصل ما بقاش فيه ماليه مصدر للبروتين يعني زي ما ده. باشمهندس عبد الرحمن محمد ايوه هو ممكن نقول برضو ان فيشينج ا يونج فيش از كوستينج سم سبيشيز تو جو اكستينكت يونج فيش يعني صيد السمك في هم صغيرين قصدك صح عشان قال اللي هم جوفينايل they're caught as juveniles and eaten فدوت ممكن يخلي فيها نوع من species to go extinct
بالظبط فعلا، دي برضه من ضمن الافكار المهمه في الباراجراف ده، ان صغار السمك هما في سن صغير ده بيخلي فعلا ان يسهل ان هم يحصلوا اكستنشن، هما مش بيكبروا فمش بيتزاوجوا فمش بيحصل يعني زياده في عددهم، هما فعلا طبعا يحصل اكستنشن ليهم يعني. فتمام برضه دي جمله يعني كويسه جدا. طيب احنا ندخل على الباراجراف اللي بعديه. cruel may seem a harsh indictment. طيب يا شباب، شانس كريم سامح رؤوف. أنا كنت عايز أقول the dangers of fishing. أو إحنا ممكن مش بس danger، إحنا بنتكلم هنا على cruelty، شايف القسوة اللي بيعملوها عشان يصطاد بيها الأسماك. إحنا بدأ يشرح لك قد إيه يعني العالم قاسي، وقد إيه الناس اللي هي بتصطاد السمك بيصطادوه بقسوة يعني. يعني بيقدروا عشرات الملايين من الاسماك القرش، بيحصل لهم بيعملوا لهم فينج الايف يعني، بس بياخدوا الفين بتاعتهم اللي هي الزعانف او اللي هو اللي فوق ده بتاع زي مثلث كده على ظهر الاسماك القرش، ويقطعوه ويسيبوهم يعني يغرقوا يعني تحت في المايه ويموتوا، عشان بس يعملوا حاجه اسمها الشارك فين سوب. يعني أرقام مهولة من الأسماك اللي هما بياخدوهم في شبك ويخلوهم يتخنقوا وبعد كده يرموهم في المية بسبب إنهم خلاص مبقاش ليهم لازمة أو مبقوش كويسين. هي الفكرة إن في قسوة في الموضوع، هو مش مجرد إن أنت زي زمان ما كان بيحصل إن هو إحنا مجرد واحد بيصطاد عشان ياكل أو يعني يغذي نفسه أو عيلته أو يبيع للناس أو كده، لا هو الموضوع بقى في قسوة في الموضوع، إحنا هناخد اللي يلزمنا واللي ميلزمناش هنقتله ونسيبه يموت. وهناخد بكميات كبيرة جدا. بس فهو أنا مني بيكلمك على الكرولتي اللي بتحصل يعني. باشمهندسة دنيا هاني. أنا كنت هقول ممكن أنا كنت هقول كرولتي of fishing أو cold hearted fishing. تمام شاطر، كويس جدا يا باشمهندسة. طيب شايف زي ما قلنا برضه ممكن دي تبقى another idea عندك في الجزء بتاع الفيش كرايسيس، ان مش بس احنا بنتكلم على الهانتنج والاكستنكشن بتاعهم، احنا كمان في من ضمن الايديز الكرولتي ان فيشنج اللي بيحصل، زي ايه الكرولتي ده، طلع برضه منها برانشز للافكار اللي بتحصل بسبب يعني ايه هي اللي احنا قلنا عليها ليه كرولتي بتحصل يعني. الباراجراف اللي بعديه Do we countenance such loss?
مش مهندسة سمية. أيوة أنا هنا. عندك سامي الباراجراف ده أو قريتيها؟ عندي. The unfairity of fighting a creature away from its nature. مش أول جملة أو كلمة زي؟ The unfairity, the unfairness. Unfairness, تمام. Of fighting a creature away from its nature. تمام. يعني هي بتتكلم هيش تمام، يعني قصدك ان اللي حصل يعني ده غير عادل ان هما ياخدوا ال او الانيمالز دي from nature بتاعتها يعني من البحر او كده او تمام. طيب تمام. شكرا يا باشمهندس. باشمهندس احمد، مهند احمد. ممكن نقول the majesty of bluefin. تمام، بس هو مش بيتكلم على bluefin كماجستي دلوقتي، مش بيتكلم على description بتاعها قوي. هو هنا مينلي في الباراجراف بيتكلم دلوقتي على ان هي ان عشان احنا مش شايفين السمك في البحر فاحنا مش حاسين باهميته او باهميه اللي بيحصل او مشكله اللي حصل له. يعني هو بدا يكومبير ما بين الكلام ده لو السمك ده كان عايش على الارض حوالينا، وقد ايه يعني البروفين تونا ليها مكان زي ما هتكون بقوه الاسد يعني. ايوه مظبوط. تمام، فاحنا ممكن نقول برضو ان السايلنت سكريمز سايلنت سكريم أو الفيش يعني إن هما زي silently screaming يعني هما مش مسموعين أو مش شايفين يعني حوالينا. طيب ممكن طبعا أي جملة أنت شايفها تبقى أفضل للباراجراف، ليك مطلق الحرية. طيب وبرضه من ضمن يعني ال ideas ممكن تبقى عندك إن هما مش متشافين أو يعني يعتبر invisible عشان إحنا مش شايفين، عشان هما مش عايشين على الأرض يعني. انا كنت بفكر في the unseen side of fishing مثلا. ماشي، قول تاني. ايوه the unseen side of fishing. ماشي، يعني ان السايد ده مش باين يعني. تمام، شكرا يا فندم. طيب الباراجراف اللي بعدين، وانا ممكن الباراجراف ده what if fish lived on land، ولا ما ينفع؟ ممكن صح، دي برضه what if يعني it lived on land فعلا، كان هنحس بيها اكتر او هنشوفها او هنحس ان هي اللي بيحصل فيها ده مش صح. خلاص باقي بس two paragraphs. احنا او paragraph اللي هو احنا كان عايز دلوقتي اللي هو one of the ironies and tragedies، برضو حد يعني يقراه؟ واضح ان مفيش ناس عامله raise hand تاني، بس يعني هنشوف لو حد يعني قرر يقول summary دي. عامة ده paragraph لطيف يعني.
طيب ممكن حد يدي summary الباراجراف ده؟ life cycle of bluefin tuna in summer and spring. ماشي انت تتكلم عن life cycle بتاعتها في spring and summer. هي هو الباراجراف هنا عشان بيتكلم على موسم التزاوج. انت عبد الله محمد الطاهر صح؟ اللي اتكلم شخص اسمه عبد الله. تمام تمام عبد الله. شكرا يا عبد الله. هي شايف الباراجراف ده بدا يكلمك على اتفضل انت شو حاجه اللي اتكلم قصدك على ايه مش فاهم اللي اتكلم دلوقتي يعني اللي انت سامعني على الباراجراف الاخير عبد الله صح؟ انا اعتقد انا كنت عايز اقول ميدنج سيزون شباب اللي قال اللايف سايكل بتاعت البلوفين تونا كان مش عارف مين. انا مارتن ايهاب اللي هو تاني واحد جاوبت في الاول خالص. مارتن ايهاب تمام شكرا يا مارتن. تمام فهمت عبد الله عايز اقول حاجه. طيب في شخص اسمه احمد ايمن عمل ريز هاند اتفضل يا احمد. ذا اميزنج ريبرودكشن اوف بلوفين تونا. The amazing reproduction of bluefin tuna. بص يا شباب هو الباراجراف هنا يعني بيحاول يوضح لك ايه ان في تراجيدي بتحصل. يعني هي حاجه كانها سخرية القدر. يعني هي وقت ما بلوفين تونا بيبداوا يعملوا البرودكشن بتاعهم اللي بيبقى في الصغر او السبرينج لما الجو يدفي كده شويه بيبداوا يطلعوا على السيرفيس ويعملوا يعني ويبرودكت يعني ريبروديوس يعني عشان يتكاثروا. دي اللحظه اللي بتلاقي الشركات اللي بتسعى ان هم يصطادوهم او كده بيعرفوا يلقطوهم عن بعد يقدروا فعلا يلمحوهم انهم كلهم بيطلعوا على السيرفيس يبقوا حوالين بعض كتير قوي او يعني مجموعه كبيره. فبالتالي بيبدا يعني السفن او حاجه اللي بتصطادهم تلمحهم فتلاقيهم بسرعه يجروا عليهم ويبداوا يقتلوهم في نفس اللحظه اللي هم اصلا المفروض ان هم احنا يعني ننسبهم عشان يحصل لهم برودكشن. يعني فدي يعتبر كانها الايرني يعني سخريه القدر اللي بتحصل ليهم يعني. فممكن تكتب مثلا reproduction أو the irony of bluefin tuna reproduction يعني أو tragedy يعني بسببها بسبب اللي حصل. طيب خلاص يا شباب آخر paragraph بقى بيبدأ يكلمك على إن يعني كمية رهيبة من البوتس مش بس بوتس يعني مش بس سفن في البحر لا ده كمان بيبقى فيه aircraft يعني طيارات عشان تصطاد بلوفين تونا. تخيل يعني بيبقى عندك كميه من البوتس والطيارات كلهم قاعدين بس بيبحثوا على السمك بيدوروا عليهم عشان يلقطوهم وقت ما يحصل الريبرودكشن ده ويقتلوهم او يصطادوهم كلهم. طبعا دي حاجه يعني كرولتي يعني من الاسماك دي. طيب تمام ده شباب كده بالنسبه لنا الباراجراف بتاع فيش تشويسز. احنا مطلوب منك تعمل مايند ماب على الباراجراف ده. المايند ماب دي هتبقى باي سوفت وير وهنزلك برضو الحاجات دي على القلم اسم متقلقش. انا برضو شبه هعمل لكم مسافات بين الاسايمنتس وبعض عشان محدش يقول مكانش في وقت نسلم او كان ده. وانا عارفه ان في ميد ترم الاسبوع اللي مش جاي اللي بعديه فيعني انت لو شديك وقتكم حضرتك نسأل مهندسة. هو الفيديو اللي حضرتك كنت وريتهولنا بتاع اول مايند ماب خالص حضرتك هتحطيه على القلم اس برضو ولا هو فين؟ هحطولكوا على LMS وانا يعني اتمنى انتوا تقروا اكتر في الموضوع عشان الفيديو ما كانش كافي قوي فيعني ريت تقروا على النت شويه دي فورم على الانترنت يعني. طيب مش مهندسه في الفيديو ده ما فيش مشكله عادي لا هي الفيديو يلخصه وكده تمام. طيب. نعم هو ممكن اعمل سكيب بالسكر ماشي شباب انا ما سمعتش ممكن اعمل كله بالسوفت وير. لا معلش يعني ان خلينا نلتزم احسن عشان يبقى كل حاجه واضحه يعني لو يعني بايديكي وتاني بالسوفت وير. بس مهندسه هو كان في اساينمنت اللي هو بتاع السامري بتاع المره اللي فاتت هو ده برضه هيتسلم ولا ده اساينمنت نمبر 2 مش في كده احنا جاي 3 اساينمنتس. اساينمنت نمبر 1 اللي هو المايند ماب على التايبوجرافي ده خاص ال ام اس. اساينمنت نمبر 2 اللي هو تعمل سامرايزيشن للجرين دريمز ارتكل ده هينزل لك على ال ام اس. اساينمنت رقم 3 مايند ماب بالسوفت وير اللي هي عن فيش كرايسيس هينزل لك برضه الارتكل ده هينزل لك على ال ام اس. يبقى ده كده في 3 اساينمنتس انا بس ما نزلتهمش مره واحده عشان الناس ما تتخضش وتفتكر ان هي محتاجه المفروض تعمل كل ده ويعني ما تقول ما لحقناش او ما فيش وقت او الكلام ده كله. بس شويه هنزل لك الاساينمنتس كلها ما تقلقش.
يعني دلوقتي جرين دريم والتيبوغرافي هنعمله بإذن عادي وده هيتعمل بالسوفت وير صح؟ لا جرين دريمز انا مش طالبه فيه مايند ماب، احنا طالبين سامري كل باراجراف بس. اصل كانوا بعتينا جروب الواتساب ان هم المفروض نعمل كله بالايد وبالسوفت وير سواء جرين دريم ولا تيبوغرافي ولا جديد. طب شباب اللي انا مطلوبه انا عايزه التايبوغرافي ده هيبقى عليه مايند ماب بايديك باي هاند، انا كده واضحه في السامري. جرين دريمز هيبقى سمرايزيشن للباراجرافز، كل باراجراف سامري بتاعه، وده اعمله في تيبل، اعمله عند كل باراجراف اكتب فوق ايد سامري بتاعه مفيش مشكله، سلم باي شكل انت عايز تسلمه. انا هنزل لك هبعت لك الجولد بتاعه يعني. بالنسبه لاخر ارتكل اللي هو الفيش كرايسيس طلعوا بقى فيه مايند ماب بس يوزنج سوفت وير. تمام هو كده في ديسكريبشن لكل اساينمنت عشان لو حد يعني مدلل او مش عارف ايه المفروض يسلمه بالظبط. بس ده كده يعني ذاتس اول اللي انا عايز اقوله. لو حد عنده اي اسئله ثانيه اتفضل. هو الاسئله في الميد تيرم هتبقى ام سي كيو ولا هتبقى بشكل عام ازاي؟ لا ام سي كيو، كله ام سي كيو في الميد تيرم والفاينل. ميد تيرم والفاينل مظبوط. والميد تيرم بيبقى داخل فيه لكتشرز يعني انتوا خدتوها. انا لحد دلوقتي ايه ما خدناش حاجات ممكن تدخل في الميد تيرم في التوتوريال قصدي. طيب شباب حد عنده اسئله ثانيه؟ يعني مش هيسألني في الميد تيرم عن المايند ماب وايه وصفها وحاجات زي كده، مش هجيب سيرتها الميد تيرم. لو هي اتقالت في الاكتشرز، لو اتقالت في المحاضرات ممكن تيجي عادي في الميد تيرم، لو ما اتقالتش يبقى لا. اوكي يعني ذاكر بس السلايدات بتاعه المحاضرات بس. مظبوط تمام شكرا. طيب هو كان شرح لنا حاجات يعني عن الانجليش، عن الانجليش لانجويج عموما، فهي ممكن تيجي ازاي، ممكن تيجي في يعني هتيجي لنا زي كان ما بتجينا في امتحانات الثانويه العامه ولا هتبقى عامله ازاي؟ انا مش يعني اسال ده اسال دكتور افضل مني عشان هو اللي بيحط الامتحان بيقول لكم ممكن تيجي ازاي او كده، فمعلش ارجعوا الدكتور في النقطه دي. انا يعني مش عارفه احط لكم شكل السؤال يعني، بس يعني كام سي كيو معناها ان انت هتلاقي مثلا ان هو بيسالك على مدى فهمك، يعني لو مثلا يقول الجمله مثلا يقول لك حسب الكلام في السلايدز، يا اما بحاجه بتست انت فهمت ايه من السلايد يعني. يعني ما تعيش الموضوع يعني هيبقى سخيف، هو مش حد شدش كلام انت بس فاهم كويس وعارف كل المعلومات الموجوده عندك في السلايد يعني. واي سؤال عن شكل السؤال اوكي ماشي ارجعوا الدكتور فيه عشان هو اللي بيحط الامتحان يعني. طيب خشب اظن كده الناس ما حدش عنده اسئله تانية، الاند الميتنج يعني خلاص مع السلامه.